اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، الاساتذه الاستاذ عبد الحكيم ابو علم. ازيك يا عبد؟ ازيك كابتن؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. قول انت قلت ايه ولا بلاش؟ لا بلاش. قالش حاجه. احنا كنا بنتكلم عن القطر اخر حاجه، بطلنا خلاص. احنا سيبنا القطر. قال لي نقطه القطر. فانا قلت لا خلاص بقى، عشان خلاص الدنيا ما خلاص. طيب خليني ارحب ايضا بصديقنا العزيز الاستاذ محمود شاوي. ازيك يا حود؟ اهلا بيك يا كابتن، ربنا يخليك. كله تمام؟ هتقول ايه ولا مش هتقول؟ لا لا هقول. انا لو قلت حاجات كتير انا وحكيم هتبقى في خطر كتير. عشرة عمر يعني. طبعا. وانت برضو عشرة عمرك. طبعا احنا كلنا عشرة عمر واصدقاء. هبدا مع حضراتكم الاول ان احنا نتكلم عن اهميه الراحه السلبيه، لانه اهميه الراحه السلبيه لعيبه النادي الاهلي، لانه انا بشوف انه اهم حاجه ثلاث اسابيع اللي احنا هناخدهم دلوقتي. طبعا ده شيء مهم جدا. لما تشوف القرار اللي السنه اللي عدت ناس كتير انتقدته وقالت ان ازاي بتتكلم بتدي اللعيبه راحه وتريحهم، ده كان نتاجه ان انت خدت كل البطولات السنه دي، وكمان مش كمان البطولات، انت ظهرت بشكل كويس جدا، كنت اداء يعني رائع جدا، اديت فرصه للمدرب ان يعرف يحرك لعيبته. كمان السنه اللي جايه انت بتتكلم على سنه كنت لعبت فيها اربع او خمس بطولات بس، السنه الجايه عندك سبع بطولات بخلاف ارتباطات المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي في التصفيات القاريه وبطوله امم افريقيا والتصفيات المؤهله لكاس العالم 2026، وان شاء الله نتمنى نكون موجودين فيها باذن الله. فطبيعي اللعيبه لازم تاخد راحه بعد المجهود الكبير. انت يا كابتن اخر ثلاث ماتشات الناس اللي كانت بتنتقد اداء النادي الاهلي ده بسبب ضغط المباريات، بسبب الارهاق الشديد اللي تعرضت له، فكان مهم جدا الراحه السلبيه. وعجبني جدا قرار مارسيل كولر في انه قال لك حتى انا هدي راحه سلبيه حتى لو هيجي على حساب نوعا ما فتره الاعداد، على اساس ان الموعد المقترح اللي احنا لسه مش عارفينه امتى لبدايه الدوري نص سبتمبر، فهتبقى فتره الاعداد اقل، بس هو فضل يدي راحه اطول عشان اللعيبه يحصل لها استشفاء وتطلع من المود بتاع الدوري. مش قصه راحه بدن بس او راحه نفس، قصه ان انت نفسك بتغير الاجواء، بتغير اجواء المستطيل الاخضر، بتغير اجواء اللعب، بتروح تشوف الدنيا افضل عشان تشوف اسرتك. ده حتى كل اللي اتكلم على الجمله دي ثلاث اربع مرات، ان اللعيبه دي ما كانتش بتقعد مع اسرها فتره طويله جدا، فمهم جدا راحه ثلاث اسابيع عشان تستعد الموسم. عندك سبع بطولات بخلاف ارتباطات المنتخب الوطني والاولمبي الاول والاولمبي. اسمع منك برضو يا محمود رايك في هذا الامر. شوف يا كابتن اسلام، الاهلي يبدو ان هو متفرد في كل شيء. يعني حتى وهو بياخد اجازه بيفكر في اللي جاي، بعد موسم تاريخي عظيم بيفكر انه يكون الموسم اللي جاي اعظم اللي قبله، ودي دايما الرهان او الاختبار للانديه الكبيره، الانديه العالميه اللي زي ريال مدريد مثلا، لما بيفكر ياخد الدوري الاسباني، دوري الابطال، كاس العالم للانديه، و و و و عندك في افريقيا النادي الاهلي النادي اللي بيطمح دايما انه يحصد كل البطولات المحليه والقاريه. زي ما الاستاذ حكيم بيقول، الاهلي عنده اختبار جديد بيضاف للاختبارات السابقه، السوبر الافريقي وما الى ذلك. عنده امل كبير ان هو يتاهل لنهائي كاس العالم للانديه لكسر الانجازات اللي حصلت قبل كده. كل ده الطموحات دي بتديك عبء اكبر وضغط اكبر على اللاعب. اللاعب لما حصلش على نفس يفصل ما بين الموسمين هيأثر عليه بالسلب. فاعتقاده قبل ما نتكلم برضو على اللي جاي يا كابتن اسلام، لازم نتكلم على اللي فات. الاهلي اللي بيحقق موسم تاريخي عظيم، واللي بيتعرض لبعض الانتقادات مننا جميعا لما بيحصل اي عثرات، انا شايف ان الاهلي ما حصلش على الاشاده والدعم والثناء اللي يستحقه. انت قدامك يا كابتن اسلام موسم غريب في كل شيء. اي موسم تاريخي عظيم لازم يسجل باحرف من ذهب في تاريخ الكوره المصريه وتاريخ النادي الاهلي. حصد خمس بطولات في هذه الاجواء الصعبه، في البطولات الساخنه، في بطولات محليه واقليميه، اعتقد ان انت امام نادي مختلف بيطمح في اللي جاي انه بدل الخمسه يبقوا سته ويبقوا سبعه ويحقق انجازات كبيره. انا اشفق على اي لاعب في الاهلي لان الفانيله تقيله جدا، المسؤوليه عظيمه، وكل ده يخلينا ان احنا لازم نقول ان هم يحصلوا على الراحه الحاليه بشيء من الاستمتاع، لان اللي جاي اكيد جدا هيبقى صعب. طيب انا كان عايز اكمل معاكم في الاهلي، ولكن خليني اقول لحضراتكم ان في بيان لاتحاد كره القدم نزل. عقد مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه الاستاذ جمال علام اجتماعا تم خلاله مناقشه العديد من البنود والملفات، على رأسها شكل مسابقة دوري القسمين الثاني والثالث. واتخذ المجلس عدة قرارات جاءت كالتالي:
ناقش المجلس المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية للاتحاد بخصوص اجتماع بعض ممثلي أندية القسمين الثاني والثالث، وأفادت مذكرة الشؤون القانونية، وده اللي أنا كنت بسعى له يعني الحقيقة أو نفسي أفهمه بس تمام، وأفادت مذكرة الشؤون القانونية بعدم صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، وسوف يتم اختيار الجهة الإدارية بذات التقرير. وافق مجلس المجلس على إسناد تسويق ورعاية وبث مباريات القسم الثاني إلى الشركة المتحدة للتسويق الرياضي، على أن يتم تقسيم العائد مناصفة بين المجموعة الأولى 20 نادي والمجموعات الثلاثة الباقية 56 نادي. اعتماد تصور لجنة المسابقات بخصوص القسم الثاني طبقا لشروط المسابقة الصادرة في بداية الموسم. إضافة شرط رعاية نادي شعبي لمدة 3 سنوات على الأقل لقبول أي نادي جديد تابع لشركة في الاتحاد المصري لكرة القدم. تحصيل 1% من رسوم القيد من أندية الشركات لدعم الأندية الشعبية. تحديد يوم 24 أغسطس الجاري موعدا لعقد اجتماع لاختيار الأجهزة الفنية لمنتخبات مواليد 2005 و2007 و2009. أسمع رأيك. البيان خلص؟ خلص. ده بيان كارثي. ده بيان مخجل، يعني يا ريته ما طلعوه. النهارده كابتن اسلام مصر كلها صحت على اخبار مسربه من داخل اتحاد الكوره، كلها اخبار بتؤكد ان احنا ماشيين خارج السياق العالم كله حتى دول العالم الرابع. اتحاد الكوره اولا عندنا كابتن اسلام عشان نوضح للناس بيدلع المسابقات. يعني ايه بيدلع المسابقات؟ العالم كله في حاجه اسمها الدوري الممتاز ودوري القسم الثاني اللي هو الدرجه الثانيه، حضرتك عارفه كويس طبعا، والدرجه الثالثه والدرجه الرابعه. احنا عندنا مسميات غريبه جدا اتحاد الكوره ابتدعها في الفترة الأخيرة، إنه الدرجة الثانية خلاها القسم الثاني ألف، والدرجة الثالثة خلاها القسم الثاني به، ما تعرفش إزاي يعني. رغم إن في أندية هبطت بالفعل للقسم الثالث، فقال لهم لا يا جماعة أنتوا هبطتوا، بس إحنا هندلعكم وهنقول إن الاسم بتاعكم القسم الثاني به. والنهاردة الاتحاد لما بيطلع هذا البيان ما بيردش على اللي حصل النهاردة، لأن الغليان اللي في الشارع يا كابتن إسلام حصل على نقطة واحدة ملهاش تاني، اللي هي إيه؟ اتحاد الكرة والأستاذ عامر حسين تحديدا قال إنه 20 نادي في دوري المحترفين اللي هو القسم الثاني ألف، هنقعد نلف حوالين الدائرة دي كتير المسميات دي، ال 20 نادي دول هيصعد منهم اثنين ناديين للدوري الممتاز. صحيح. المفروض يصعدوا كام؟ ثلاثة. والثالث هيصعد من القسم الثالث اللي هم سموه مجازا القسم الثاني به. فانت امام اختراع جديد لم يحدث. لا يعني هياخد الثالث من القسم الالف يلعبوا مع اوائل القسم ب. لا ده دي البدعه الثانيه. نعم؟ لا لسه في البدعه الاولانيه. لسه في البدعه الاولانيه. اوكي. هياخد الثالث للممتاز ده من القسم الثالث مباشره. مباشره. فده بيحصل لاول مره في التاريخ. لاول مره في التاريخ ان لا ان نادي من القسم الثالث يصعد للدوري الممتاز. بس هم قالوا هنا في البيان خلاص. ما انا اقول لحضرتك. انت بتقول لي واحده واحده. لما حصل حصل يعني. غليان في الشارع قال خلاص هنخلي الثالث من القسم الالف يصفي مع التوال الاوائل مع الاوائل بتوع القسم الثالث عشان يصعدوا دور ممتاز. المهم في النهايه ان انت امام تجربه فريده من نوعها، ان في نادي من القسم الثالث ممكن يصعد مباشره الى الدوري الممتاز. لكن انت تتصور انه طالب في الاعداديه هيروح الكليه بدون مرور على الثانويه العامه. هي زي بالظبط، مفيش اختلاف. طب هل ده بيحصل في اي دوله في العالم؟ لا. اتحاد الكوره اللي مش واضح في قراراته، وانا شايف ان اتحاد الكوره كان امام اختبار للتاريخ، والحمد لله ان هو رصب فيه بامتياز النهارده، انه لا عارف يرد على الانديه الغاضبه، ولا عارف يسوق الدوري بالشكل المنتظر، ولا عارف يشرح شكل المسابقه، ولا عارف يقطع الانديه بشكل المسابقه، ولا وفى بوعوده الماليه اللي قطعها على نفسه كابتن اسلام قبل بدايه الموسم الحالي، لما قال ان هو يدعم الانديه الشعبيه بالملايين من اجل خوض دوري المحترفين. بس في هنا ثلاث نقاط للانديه الشعبيه. هو السؤال بس هو لما قال احنا هنرجع للائحه اول الموسم ده معناها ايه؟ اللي هي الموضوع الثاني بقى اللي هي هياخد ثالث الالف يلعب مع اوائل ب، الثلاث اوائل بتوع ب عشان يطلع واحد منهم للدوري. يعني ده النظام اللي كان معتمد من اول السنه. انت بتاخد المفاجاه؟ ما كانش في نظام اصل لدوري المحترفين في اول السنه.
هم قالوا نظام الصعود لدوري المحترفين لكن ما قالوش شكل دوري المحترفين. النظام اللي عملوه من فتره من شهرين تقريبا كان النظام اللي بقول لحضرتك عليه ده. النهارده حصل ابتكار جديد من الاتحاد، خلينا ننقل الالفاظ بتاعتنا، ابتكار جديد من الاتحاد وعمل القرار الغريب ده بتاع الثالث يصفي مع اللي تحت من القسم الثالث. نهايته يا كابتن اسلام عشان الناس تفهم، الناس تاهت مننا النهارده، كلنا تاهين. القسم الثالث يا كابتن، احد انديه القسم الثالث ربما يصعد الدوري الممتاز. صحيح. طب هل ده بيحصل؟ ما بيحصلش. لا غير كده، انا نادي اكس من الانديه الدرجه الثالثه وكلهم اخواتنا واصدقائنا طبعا، كلنا من الانديه ولكن بالظبط. لكن انا اعلى ميزانيه في القسم الثالث ده هيبقى كام؟ قول لي. لا ده في عود لعيبه ب 2000 جنيه. قال لي اعلى، قول لي اعلى. لا انا ما بقولش اقل. اعلى ميزانيه 10 مليون مثلا، زي ما انا قلت كده تقريبا. مفيش 10 اعلى يا عم، هو بيقول خلينا نوصل ل 10 مليون اعلى. الاولمبي يصرف 10 مليون في الدرجه الثالثه. في الدرجه الثالثه بيصرف 10 مليون جنيه اذا صعد الى الدوري الممتاز. ما هو خلاص انت دلوقتي بتلعب ماتش هيواجه نادي عنده ميزانيته مليار جنيه زي لا غير كده. هو هل هيملك الميزانيه اللي تخليه يلعب في الدوري الممتاز اساسا، ولا هو هابط من بعدها بالظبط مجرد الصعود وهبوط بالظبط، واحنا بنرفع من مستوى المسابقه؟ لانه ولا انت مبدئيا لو انت محتاج 20 لعيب جديد، كل لعيب ميزانيه يعني عقده مليون جنيه، مش هقول اكتر. فانت ادي 20 مليون بالظبط، ده بخلاف التنقلات والمهارات. برافو عليك بقى، والبدلات والحكام والمطروح والعكس والتاء والمعسكرات اللي ما قبل المباراه ومعسكرات الاعداد ومعسكرات ما بعد المباريات وهكذا. النهارده كام يا كابتن؟ النهارده 7 اغسطس. بعد يومين او ثلاث ايام كل اغلب دورات العالم هتبدا. مظبوط. صحيح. احنا بدل ما دلوقتي كنا احنا المفروض نجرب جزئيه نتكلم عن شكل مسابقه الدوره هتكون ازاي؟ بدل ما كنا نتكلم ملعبها. على تطورها، بدل ما كنا نتكلم عن كاس مصر القديم هيخلص امتى، كاس مصر الجديد هيتعمل امتى، دوري او بطوله السوبر المستحدثه هتحصل امتى، او السوبر القديم هيتعمل فيه ايه، او هنواجه مشكله كم البطولات وكم المباريات اللي هتتعمل السنه الجايه ايه، او هنتكلم عن نشوف سكه الاعداد المنتخب الاولمبي اللي رايح اولمبياد باريس، او كنا نتكلم في اي حاجه زي كده. احنا بقينا بنتكلم هما مش يعني هو بيعمل كده مش فاضي. يعني ايه هو فاضي؟ ان هو يراضي الانديه اللي هتنتخب. ما ده اللي كنت هكمله. اللي هتنتخبه. ده كنت هكمله. احنا بدل ما كنا دلوقتي تعرف انا افهم من كده ايه؟ ان معظم اعضاء الاتحاد كره القدم هينزلوا الانتخابات السنه الجايه. ده اللي انا فاهمه. والا ترديد ليه؟ انت بتعمل كده ليه؟ يعني مثلا من ومش يعني احد اهم الاعضاء اللي موجودين في اتحاد كره القدم قال لهم يا جماعه طب ما تخلينا السنه دي نعديها ونقول ان احنا هنبدا نعملها السنه الجايه واللي بعدنا يجي يطبقها. مش هقول اسمه. انا من انصار بدون ذكر اسماء كابتن برضه. انا من انصار دلوقتي. انا من انصار دلوقتي ان انت ترجع للشكل القديم وخلاص عشان تريح دماغك. عشان اصل انت ما فيش ولكن ده انا بقى بشوف ان ده مش هيستفيد منه كره القدم المصريه. انت تستفيد منه ولكن انا بتكلم في ايه؟ ان انا اقول لهم كده ان السنه الجايه، بس السنه الجايه اتحاد كره جديد، الله اعلم مين اللي هيكون موجود فيه. اتحاد كره جديد، اتحاد كره قديم. احنا بنسجل دلوقتي اللقطه التاريخيه ان احنا امام واحد من اسوأ مجالس الادارات في تاريخ اتحاد الكوره اللي موجودين. طبعا طبعا ببساطه شديده. وعلى فكره ده مش تجريح فيه، انت بتنتقد اداء. لا انتقد اداء. انتقد اداء مش اشخاص. على فكره كلهم اصدقاء، واصدقائك واصدقاء ابو حكيم. احنا بنتكلم على اداء. ده واحد من اسوأ مستوى اداء في تاريخ الجبلايه. مفيش مستوى اسوأ من احمد مجاهد. لا لا لا، هذا الاتحاد هو الاسوأ على الاطلاق لانه لا يمتلك ادواته في المقام الاول يا كابتن اسلام. لا يمتلك ادواته. صحيح. ولا يمتلك قدره على المصارحه ولا المواجهه. في ايه يا كابتن اسلام لما تواجه الانديه؟ يا جماعه المسابقه كذا هيتعمل كذا، الثلاثه الاوائل هيصعدوا دور ممتاز، الثلاثه الاخرانيين هيهبطوا للقسم الثالث. في وضوح اكتر من كده؟ لا. لكن اما وانك دايما فكره الالتفاف حول القرارات، التلاعب بالانديه، اسكات الانديه، هو مين اللي كان يا كابتن اسلام متصدر المشهد وغاضب على اتحاد الكوره؟ نادي الترسانه. تم اسكات نادي الترسانه عن طريق الترضيه بهذه القرارات. خليك في القسم الثالث وهنصعدك دوري ممتاز. ازاي؟ تبقى انت من الاوائل للقسم الثالث وتصفي مع حد من فوق القسم الثاني وتطلع دوري ممتاز. احنا من هنا بنطالب. اولا لازم نعيد يا كابتن اسلام المسميات لطبيعتها. لازم مصر يبقى فيها دوري ممتاز ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه ودرجه رابعه. صحيح. فكرة التدليع والدلع بتاع المسميات المسابقات دي امر مرفوض، ده رقم واحد. رقم اثنين
لن نخترع العجلة. زي ما كل دول العالم الكبيرة والصغيرة المتطورة والفقيرة بتشتغل، هنشتغل زيهم. مفيش دولة في العالم بتعمل اللي احنا بنعمله. تالت حاجة وده الأهم، تكوين رابطة لدوري القسم الثاني أشبه برابطة دوري المحترفين القسم الأول. صحيح. الرابطة دي هي اللي هتدير المسابقة بعيداً عن اتحاد الكورة، ويتفرغ اتحاد الكورة إلى رعاية المنتخبات والاهتمام بيها، إلى جانب إنه يتكفل بحكامه اللي لسه ما دفع لهمش مستحقات وصلت ل 27 مليون جنيه يا كابتن اسلام. 27 مليون جنيه. انا اعرف حكم يا كابتن اسلام كلمني الاسبوع اللي فات وقوت يومه من التحكيم، كان بيستلف عشان يروح الماتشات. ما حصلش على فلوس بقاله سنه من اتحاد الكوره، 10 شهور تحديدا 10 شهور. فانت اتحاد الكوره عليه مسؤوليات اكبر من كده بكتير، مش جاي تكلمني في مسابقه انت مش عارف تنظمها ومش عارف تواجه الانديه. أنا حتى مش عارف يراضي الأندية اللي المفروض يراضيهم، يعني مش عارف يعملها صح. أيوة، لأن أكثر الطرق للحقيقة يا كابتن، أكثر الطرق للحق هو الحقيقة والوضوح. صحيح. أنت مش واضح، عشان كده الحق مش هينحاز ليك. فكرة الطردية والمصالحات والتسكيت والمجاملات. طب فكرك إيه اللي هيحصل يا محمود؟ يعني إيه اللي هيحصل الأيام القادمة؟ ما هو أنا هل بهذا البيان سيتم تطبيق أصل خلاص الشركة المتحدة هتخش ترعى، ده كلام خلاص البيان. خلاص ماشي، احنا مع دوري المحترفين يا كابتن نطبق خلاص. اه بالظبط. احنا بنتكلم في فكرة ازاي تطبقه؟ ازاي؟ مين اللي يصعد؟ أنا مش فاهم البيان بصراحة. مين اللي هيصعد؟ ثلاثة مباشرة ولا هيصفي مع اللي تحت تاني؟ هي دي الفكرة. بس أنا عايز أتكلم في نقطة موضوع الفلوس. أنا أرجو بس يا حكيم، أنا آسف جدا جدا، أرجو بس من الزملاء في الكنترول الإعداد التواصل حالا مع أحد مسؤولي اتحاد الكورة عشان يفصل في المنطقة دي. ما حدش هيقول لك دوري المحترفين دلوقتي هيصعد الثلاثه الممتاز مباشره ولا هيصفوا مع القسم الثالث. لو طب يا شباب، لو احنا سامعين محمود برضو يقول لنا، لو تقدروا تكلموا حد وتسالوا لنا، لو في قرار ان القسم الثالث يصعد مباشره للدوري الممتاز، احنا امام فضيحه كرويه. انا عايز اتكلم بس عن نقطه، موضوع فيما يخص موضوع لان انا بس في نقط عايزين نتكلم عنها. تمام. فيما يخص موضوع الفلوس، موضوع الفلوس انت عندك مشكله كبيره جدا. في انديه يا كابتن، وانا الكلام ده يعني بمنتهى الوضوح، انا هنا بتكلم على مستحقات حكام والناس دي حقها تاخد فلوسها. طب على الناحيه الثانيه، في مثلا انديه معينه بتيجي تحطك في خانه اليك، تخليك لاخر يوم ما تايدش القايمه الاولى، وتجيلك اخر يوم ما هو مش هينفع ما يايدلكش القايمه الاولى. ليه؟ ما انت ما ينفعش الفيفا يقول لك انت ما ايدتوش ليه، حتى هو موقف على القيد، موقف على قيد الصفقات، فيجيلك على اخر يوم اللي هو بكره ويقول لك لازم، ما انت هو لو انت ما ايدتوش هيروح للفيفا. طب ما هو مش عارف يجيب الفلوس، هيجيبها منين؟ ما هو برضه انت عندك انديه هنا بتمارس ضغوط. انا بتكلم في حته الفلوس بس، ماليش دعوه بالحاجات الثانيه. موضوع الفلوس، في انديه ما تدفعش الفلوس يبقى عليك 30 مليون، يروح يسيبك لاخر ساعه عشان انت لازم مجبر تايد له، لان هو ما عليهوش ايقاف قيد في القديم. ما هو كده بين خانه يك، لو ما ايدتلوش هيروح يشتكيني للفيفا، والفيفا يقول له لا انت ما ايدتلوش ليه؟ انت ليك فلوس عنده حاسبه بشكل غير. طب انا حاسبه ازاي؟ طب اجيب فلوس ازاي؟ طب ما انا عايز اجيب فلوسي. وفي نفس الوقت الانديه دي يا كابتن تطلع تقول لك ايه الحكام وعايزين نطور التحكيم. طب تطور التحكيم ازاي وانت ما بتديش الفلوس اللي هو يروح يودي منها الفلوس؟ انا بتكلم في جزء الفلوس بس، مش في جزء اي حاجه ثانيه. تلاقي نادي يقول لك عليه 63 64 مليون، وفي نفس الوقت مش عايز يدي الفلوس وعايز تطوير تحكيم. طب بالمنطق والعقل الاثنين يجتمعوا ازاي؟ طب ما تدفع الفلوس اللي عليك. كابتن، في نادي قعد لحد قبل ماتش في كاس مصر بساعتين عشان يضغط على اتحاد الكوره ما يدفعش الفلوس اللي عليه عشان اتحاد الكوره يكبر. ما هو انا ما يتروش مش هيلعب ماتش الكاس، فبيضغط عليه بدي. بص المرحله لحد في نفس الوقت يروح يطلع لك بيان ثاني يوم او ثالث يوم التحكيم، واحنا احتجينا على التحكيم. طب ما انت احتجيت على التحكيم، انت مش عايز تدفع فلوس عشان تدفع فلوس التحكيم. انا بقول لك واقع على فكره، نادي ما رضيش. التناقض يعني. التناقض. ما انا بكلمك في جزء، انت بتتكلم على تطوير التحكيم والفلوس. طب وانا هجيب فلوس ازاي وانت كنادي نفسك انت ممتنع عن الدفع؟ على فكره يا كابتن انا بكلمك بجد، واقع حصلت. في نادي ما كانش عايز يدفع فلوسه لحد قبل الماتش عشان يجبرك ان انت تأيد له، وما دفعهاش. لا، ما قالوا له ما تلعبش. دفعها. دفع قبل الماتش بساعتين، ولو ما دفعش قبل الماتش ما كانش هيلعب. انا بكلمك على التناقض في الخص، انا مش بتكلم على الاخطاء الثانيه. ما اخطاء، انا بديك مثلا موضوع الفلوس. موضوع الفلوس ده بالذات في انديه بتتعمد انك تحط في خانتك. وعلى فكره الواقعه دي لسه بكره هتحصل، في ناديين واصلين للمرحله الاخر يوم بكره ما دفعوش. ما دفعوش وحط، عايزين نحط لك اخر تراك. انت ما هو بكره قدامك حل، بكره خليهم في القايمه الاولى، يا تايد له يا لما هو ما قايدتوش اشتكي للفيفا، وانت واقف له لحد دلوقتي 30 مليون يا باشا من الجدوله. مش همشي لما ادفع لي ال 30 مليون، مش هعملك. طب ولو راح للفيفا وقلت له ان انا ما دفعليش الفلوس بالظبط، هيقول لك الفيفا بيقول لك ما زي الواقعه اللي حصلت في يناير. قال لك لا يا باشا دي مشكله داخليه، تحل له تايد له وتصرف فلوس مشكلته. طب اجيب فلوس ازاي؟
انا ما بتكلمش على باقي الاخطاء الثانيه في دوري المحترفين، بكلمك عن واقع التناقض. بعض الناس اللي بتطلع تتكلم، وحكيت لك واقع حصلت يوم الخميس بالاسم. ما هو الخميس خلاص عرفنا ماتش ايه. انا بقول لك، ما انا بقول لك، ما هو انت عايز تطور تحكيم على فكره. وثاني يوم، ثاني يوم بيان ضد التحكيم. طب يعني فهمني عقلك فين ده وفين ده. طب انت بتعمل دي وبتعمل دي ازاي؟ بعيد عن الاخطاء اللي بتكلم، مش دعوه باخطاء دوري المحترفين، بتكلم في واقع ثاني هنا، موضوع التحكيم. وافق المجلس على اسناد تسويق ورعايه وبث مباريات القسم الثاني الى الشركه المتحده للتسويق الرياضي. اذا هنا هنجد ان هناك الشركه المتحده الحقيقه يعني هي اللي ده امر طيب جدا. هنتكلم عن شيء جيد. هنتكلم عن نظام المسابقه، ماليش دعوه بالتسويق. طيب وفي راعي برضو، بخلاف التسويق في راعي للتيشيرتات. طب حلو، يعني الدنيا كويسه اهو. طب يعني الدنيا لطيفه. طب ما تمشي صح اللي قبل اللي عدى يا كابتن. انت قلت لي مش قلت لك لا في بس مباريات؟ انا حسبتها معاك، بس انت قلت 4 مليون جنيه، في 4 في 2 ادي 80 مليون. في حد هيدفع 80 مليون؟ التسويق والرعايه هيجيبوا الرقم ده فعلا. ماشي. انا شفت موقف الرعايه. اتمنى انا شفت ما علمته النهارده ان هم 30 مليون. لا 30 دي بس، 40 او 30 بس، وفي رعايه، رعايه الماتشات، الملاعب والتيشيرتات هتوصل تقريبا ما يقارب الرقم ده. طب ما هو برضه ما وصلناش لل 80، يعني مش كل واحد هياخد 4. طيب طالما في تسويق بقى، والخطوه او العجله هتمشي، اعمل مسابقه صح بقى. بالظبط، عشان تساعد حتى المسوق والراعي ان هو يعمل شغل، انه يكسب كمان. صحيح، لكن بالمنظر عشان تقدر السنه الجايه تقول له بدل تديني 30 اديني 60. بالظبط بالظبط. والا انت دلوقتي بتهدم له المسابقه قبل ما تبدا. كابتن اسلام، القوه الناعمه في اي دوله في العالم هي الفن والرياضه. صحيح. وفي الرياضه اهم ادوات القوه الناعمه هي الانديه الشعبيه. حلو جدا، بما انك بتتكلم. احنا بنفقد. لا ما هو دلوقتي اهو قال حاجه. ما هو خلي بالك، ما هو برضو الناس لازم تفهم ان احنا مش ضد اتحاد كره القدم، لانه هي حاجات كويسه في هذا البيان. طبعا احنا اشدنا من التسويق. اضافه شرط رعايه نادي شعبي لمده 3 سنوات على الاقل لقبول اي نادي جديد تابع لشركه. يعني انت شركه محمود شوقي، شركه عبد الحكيم ابو علم، حضرتك هتعمل اي شركه ملابس، اي شركه حاجه عايزه تعمل نادي كوره، ترعى نادي شعبي لمده 3 سنوات. دي فكره ممتازه. فدي فكره رائعه ممتازه، وبنحيي اتحاد كره القدم طبعًا عليها. واللي بيقول غير كده بيناقض نفسه. نعم، اللي بيقول غير كده بيناقض نفسه. احنا ما بنناقضش نفسنا، ده قرار ممتاز. وفي 1% تقريبا اللي بعدها، 1% من رسوم القيد من الانديه الشركات لدعم الانديه الشعبيه. ممتاز، برافو. كده نقدر نسقف لهم ونقول لهم هايلين. طب انا عايز اعمل مسابقه صح بقى. اعمل مسابقه صح بقى. عايز اسالك سؤال كده، في 4 انديه شعبيه موقف، 4 مين الانديه الموقفه عن القيد؟ ده كان في الدوري الممتاز كده. ما انا بقول لك احنا بندعم هنا الانديه الشعبيه. ما انت زي ما بتديهم فلوس تعالى على الناحيه الثانيه. الانديه الشعبيه اللي باقيه في الدوري الممتاز 5، منهم النادي الاهلي اللي بيدفع بقى 4. النادي الاهلي هو المنظومه الصحيحه. طلع النادي الاهلي بره القصه، بقى 4. انت بتقول 4 انديه شعبيه، الاربع انديه شعبيه على فكره انا مش بقول الاتحاد، على فكره المصري، الزمالك، الاسماعيلي. على فكره كابتن انا مش بقول، على فكره كابتن على فكره مش بقول سر، الكلام معلن ومعروف. انا عارف اصلا. يعني زي ما انت عايز تدي الانديه الشعبيه، الاربع انديه لا، فهم هو اذا كانت الانديه كلها 5. القرارات اللي طالع، القرارات اللي طالعه دعم الانديه الشعبيه. طب الانديه الشعبيه نفسها بتعمل ايه؟ انت بتطالب انك تدعمني، طب انت نفسك بتعمل ايه؟ انت نفسك النهارده على فكره الكلام اللي اسماعيل نفسه النهارده طلع قال لك انا بعت باهر المحمدي وبعت بهاء مجدي عشان احل مشكله القيد. طب المنطق ازاي انت نفسك طالب فلوس دعم في نفس الوقت انت الناحيه الثانيه ما بتشتغلش؟ وعلى فكره اللي ينطبق على في الدوري الممتاز بينطبق على اللي تحت. الانديه الشعبيه اللي تحت يعني اصعب، ما زي ما انت بتدور على انت عايز تدعم. حلو، طب انت دورك فين؟ انت دورك كانديه شعبيه فين؟ صحيح، ماشي ماشي ماشي. لا بس هنا في نقطه مهمه جدا، لو انت تحاسبني كنادي انديه شعبيه بقى، هو برضه بيني وبينك الانديه الشعبيه عليها دور. انا كاتحاد كوره، انا بصراحه شابوه لاتحاد كره القدم على هذه القرارات، قرارين مهمين جدا جدا فيما يخص الانديه الشعبيه، يخص الانديه الشعبيه يعني قرارات المسابقه. لا والمسابقه قراراتها جيده، ولكن انا زي ما بقول لك هي المشكله الوحيده ان انت تعمل الموضوع صح. ما ينفعش عشان اراضي 56 نادي برضو ضد الطرديه دي، مش حاجه قليله. بص يا كابتن، لو انت هتحاسب الانديه الشعبيه بقى على تقصيرها وعدم وجودها وعدم نجاحها وعدم وعدم وعدم، ها طبق لي بقى السطر اللي الناس تجاهلته يا كابتن الاسبوع اللي فات فيما يخص شروط المسابقه. اتحاد الكره طلعها شروط المسابقه اللي جايه، اللي هو اللعب المالي النظيف. اما لما اتكلمت في الموضوع ده السنه اللي فاتت الدنيا قامت ما قعدتش. طب هو اللعب المالي النظيف السنه دي نفسه لو طبقته، واحد هيطلع يقول لك انتوا بتحاربوا الانديه الاستثماريه.
ماشي يا حبيبي، لازم اطبق الليمن منه. قال لك انا هسحب استثماراتي من مصر. ما هو انت هتدخل في دوامه بعيده لا جدا. لا مش حاجه اسمها كده. ما هو واحد بيصرف مليار جنيه عم محمود، هتيجي تقول له اطبق عليك الملعب بالمال النظيف، هيقول لك انا هسحب استثماراتي من مصر. لا انا هعمل زي كل الدول ما بتعمل. طيب زميلنا عمر البنوبي تواصل مع احد المسؤولين في اتحاد كره القدم او احد اعضاء مجلس الاداره في اتحاد كره القدم، وقال له ان نظام المسابقه سيكون 20 نادي، نظام الصعود هيبقى النادي الاول والثاني الى الممتاز مباشره، ثم النادي الثالث هيلعب مع الثلاث انديه في القسم ب زي ما الاستاذ محمود بيقول، اللي هو الثالث اوائل الثلاث مجموعات هيلعبوا، هينضم ليهم ثالث الدوري الف ويلعبوا دوره يخرج منها فرقه تصعد الى الدوري الممتاز. والله عيب، والله انا تهت، والله والله عيب. والله احنا مش اتفقنا؟ اتفقنا. والله عيب، والله عيب. طلع قرارات محترمه في الاخر اللي بتاعت التسويق والرعايه للانديه الشعبيه، قرارات محترمه جدا نشيد بيها، نرفع لها القبعه. لكن انت بتعمل جريمه في حق المسابقات، وشكلك قدام العالم لما الناس تقول ان في نادي القسم الثالث صعد مباشره للدوري الممتاز. دي جريمه كرويه. اتمنى اتحاد الكره يراجع نفسه. كابتن اسلام قبل فوات الاوان قدامك فرصه على فكره تراجع نفسك. لا مفيش مشكله، المراجعه بسيطه، الثلاثه الاولانيين والسنه اللي بعدها الثلاثه برضه دول يطلعوا خلاص. الموضوع بسيط جدا جدا جدا. وعلى فكره البند الاخير اللي هو بيتكلموا فيه فكره نادي شركه يرعى احد الانديه الشعبيه ثلاث سنين، دي فكره ممتازه. ليه بقى؟ فكره رائعه. ليه يا كابتن؟ هايله. احنا دايما كنا بنطالب بايه؟ الابقاء على الانديه الشعبيه وتجيب شركه تحط اسمها مع النادي. صح. اي نادي بقى؟ صح. النادي الشرقيه مثلا ومعاه نادي ومعاه شركه. محمود بعد اذنك، هي الماده 18 مش بتمنع ان كده في تضارب مصالح؟ تمنع طبعا. طيب ما هو ده انت نادي شركه لما يرعى نادي شعب والاثنين بينافسوا مسابقه واحده. لا ما مش هيخش. لا لا هيبقى هيندمج. هيبقى فريق عبد الحكيم شوقي. عبد الحكيم شوقي مثلا. الشرقيه مثلا ومعاه شركه ملابس مثلا. فاهم ازاي؟ فهم. وهكذا يعني. يعني مثلا الاهلي وشركه الاهلي للانتاج الاعلامي مثلا، هتلاقي مثلا ايه شركه الاهلي للانتاج مثلا يعني حاجه كده. لو كلمت بس على اداره المظالم، دمنهور مثلا نادي دمنهور ومعاه شركه، يبقى دمنهور كذا، مش عايزين اسم شركات يعني. صحيح. هو ده الفكره. وعلى فكره دي بص يا عبد الحكيم، كل دول العالم نفسها يبقى عندها اداه شعبيه. السعوديه في الفتره الاخيره سر نجاحها يا كابتن، الى جانب استقدام عدد كبير جدا من نجوم العالم، ايه يا كابتن اسلام؟ اللي كل انديه الدوري السعودي تقريبا بتمثل مقاطعات ومدن داخل السعوديه، محافظات. ما ينفعش تقارن بين هنا والسعوديه. لا اقارن طبعا. ما اقارنش ليه؟ انا اقارن من ناحيه ايه؟ انا اقدم، انا بتكلم على الجمهور. جماهيريا يقدر نقارن. الاربع انديه يا كابتن لحد امبارح مطلعين تقرير على صحيفه الرياضيه السعوديه، الاربع انديه اللي ضمن الصندوق السيادي صارفين صفقات ب 455 مليون جنيه. لا لا هو بيتكلم على الجمهور. لا بيتكلم على الجماهير. ما هو الجماهير هتزداد ليه؟ ما هي الانديه الشعبيه مشكلتها في مصر ايه؟ الفلوس. الفلوس. طب ما هو ادالك الفلوس، هو ما ده اللي انا بقصده. ما انت المقارنه، انت النادي الشعبي بيقوم بايه؟ طب انت وفرنا. لا لا بس ده خلي بالك صندوق اربعه بس اللي جاي. هو بيتكلم هنا على الجديد. ايه؟ انت بتتكلم. هو هنا اتحاد كره القدم برضو يعني ايه؟ بيجبر الانديه الجديده، انديه الشركات الجديده، ايوه، ان هي ترعى الانديه الشعبيه. الجديد. الجديد. اللي عايز يخش شركه اي شركه محمود شوقي داخله يعني داخله الدوري السنه الجايه، يجبره ان هو يدخل معاه عبد الحكيم ابو علي. انت فتحت الاستثمار، ما ينفعش تيجي تقول لا انا حافظ على الانديه الشعبيه وحافظ على. لا ينفع يا عبد الحكيم. لا لا معلش يا كابتن، يبقى ينفع. ما تعملش استثمار يا كابتن، ما تعملش استثمار رياضي. لا انا هرد عليك. لا اعمل استثمار. لا هرد عليك. هو الاستثمار الرياضي تسيب السوق مفتوح. استثمار رياضي تسيب السوق مفتوح. السوق مفتوح. ما انت بتقول لا لازم احافظ على الانديه الشعبيه. طب ما هي تساعد نفسها. طب ما هو بتساعد نفسها. بتساعد نفسها ازاي؟ هم اربعه لهم ايقاف قيد. ازاي تساعد نفسها؟ انا ببيع لعيبه عشان هيعمل ايه؟ طب ما هيعمل ايه؟ لا يا كابتن، هو ردها رد تاني خالص. اتفضل. هو السعوديه لما قررت الاستثمار في ما فيش مجال مقارنه عم محمود بين السعوديه بين مصر. مجال المقارنه مستحيل هنا. هيتكلم على حاجه تانية. هيتكلم على حاجه تانية. السعوديه لما قررت تستثمر في الكوره في انجلترا وراحت اشتريت نادي نيوكاسل. نيوكاسل. غيرت اسمه؟ لا. طب ليه ما عملتش نادي جديد؟ ما ينفعش تقال. برافو عليك. خد ورعه. خد ورعه. تغيير الاسم حتى ممنوع. السعوديه استفادت من جماهيريه نيوكاسل. وعملت استثمارات وبتكسب منها. يا استاذ محمود ده الدوري الاساسي. ده الدوري الانجليزي هيبدا بعد بكره، بعد اربع ايام الناس كلها عارفه من سنه. انت بتقارن، بتحط نماذج. احنا عندنا أمال احنا أقارن عندنا لحد دلوقتي ما اعرفش انا هشتغل ازاي. يعني السنة انت اللي يعني انت عاوزنا نقارن بالفشل. لما تيجي تقول واحد يستثمر وهو مش عارف، انا دلوقتي خلاص بعد شهر المفروض الدوري يبدا والمسابقات، انا مش عارف الدوري. هتحط لنا موضوع مقارنه ازاي؟ ايوه حلو. هتحط لنا موضوع مقارنه. طب يا كابتن اسلام، لا هات لي نموذج. دلوقتي عايزني
اقارن بالفاشل. لا طب انا لازم اضرب مثلا نموذج بتقول اللي بيستثمر في الدوري الانجليزي. لا ما هات لي المقارنه هنا. انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ خلي المقارنه. انت بتيجي تقول لي استثمار ونحافظ على الانديه الشعبيه، ما يمشوش الاثنين مع بعض، ما يمشوش. ليه ما يمشوش يا استاذ عبد الحكيم؟ يا كابتن هو معلش معلش، هو انا دلوقتي بدفع حاجه زياده للانديه الشعبيه؟ يا كابتن النادي الشعب، النادي الشعبي اللي ما عندوش فلوس راح يجيب 14 لاعب اجنبي ويمشيهم بشكل غلط بدون اختيار غلط، وجاي تقول لي لا لازم احافظ عليه؟ طب ما هو ادارته غلط. لا طبعا، ما هو ترجع بقى للجمعيه الاهليه، هنرجع تاني للجمعيه الاهليه. الجمعيه الاهليه يا كابتن اعمل 40,000 عضويه فئات مستثمره. لا حبيبي انا لا استطيع ان انا انجح. انا لا استطيع كوزاره، خليني اكمل لك، انا لا استطيع كوزاره، لا استطيع كاي جهه رقابيه ان انا اتدخل في اختيارات اي جمعيه عموميه الا في حاجه واحده فقط، المخالفات الماليه. المخالفات الماليه مظبوط. طب ده قانون يا حبيبي، ده قانون يا استاذ عبد الحكيم. يا كابتن انا عارفك ما عنديش مشكله، انا بتكلم في جزئيه، فما ينفعش نتكلم فيها. لا انا مش مختلف معاه على فكره، لكن هو دلوقتي بيقول ايه؟ الواحد في المية من قيد، هو على فكره اتحاد الكوره خد من دواخله، من داخل اتحاد كره او من داخل اتحاد كره القدم، ودى للانديه الشعبيه. انا ضده. لا انا مش ضده، انا معاه. ليه؟ لانه هو اتحاد كره القدم، انا بساعد القدم. انا بساعد الفشل على الفشل. لا هو اتحاد كره القدم فشل الانديه الشعبيه. اكمل بس، ما فشلتش. لا الانديه الشعبيه فاشله، مجالس ادارات فاشله. لا لا الانديه الشعبيه والله اغلبها مجالس ادارات فاشله. لما يبقى عم اوقف عن القيد. لا 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 مش فاشله برضه. لا انت واقف عن نموذج واحد. لا نماذج، كل نماذج يا استاذ محمود، كل انديه الاستثمار. لا ما تخش على نموذج الاهلي، ما تتكلم على نموذج النادي. انا قلت لك يا كابتن قبل ما اتكلم، قلت لك الاهلي. طب خلاص قارن بقى، هكمل لك بس. بس انت عشان اقول لك الجمله دي، النادي الاهلي نموذج حتى في الاتحادات والهيئات والوزارات، هو النموذج الصحيح في الكره المصريه، في الرياضه المصريه مش في الكره المصريه. يعني لعبه الاسكواش ودلوقتي بتتدمر، كانت الاسكواش والنادي الاهلي واليد. الاسكواش ربنا يكرمه دلوقتي خلاص بيروح على بره، فاضل الاهلي واليد فقط لا غير في الكره المصريه. على فكره بمناسبه اليد، بص امبارح الاتحاد اليد طالع يقول لك ايه؟ انا مش هايد، بص بقى اللي هو الكلام الحد، مش هايد لان انت لعبتك مشتكياك ما خدتش فلوسها. مفيش بقى عنده ابيض واسود، هي واحده بس، مش هايد. ده لو انت بتطبق لوائح بجد، لكن انت جاي تقول لي النادي مش جاي يدفع ومش عايز يدفع وعليه مستحقات لعيبه اجانب، وفي نفس الوقت انا عايز حد يجي يرعاه. طب ازاي؟ طب مين اللي جاب ال 14 13 لاعب الاجانب دول لا لا ما تخليني عارفين بقى، هنخش نفتح من موضوع لموضوع. جمعيه عموميه، هو انا دلوقتي لما باجي احيي مثلا بقول ايه؟ انا بحيي الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. ليه؟ ليه بنحيي الجمعيه العموميه للنادي الاهلي؟ عشان اختارت صح وبتراقب صح. صح وبتراقب صح، خلي بالك، برافو عليك، وبتراقب صح. فانا اقول لك ان اختيارات الجمعيه العموميه في النادي الاهلي اختيارات رائعه، ولكن ما هو مش ذنبي بقى ان انت تيجي تقول لي دلوقتي، ولكن انا بتكلم عليا كدوله. الدولة كيف تستطيع أن تعمل كده؟ عملت كده إزاي؟ لا تستطيع، لا يستطيع ولا وزير رياضة ولا أي حد أو أي حد مسؤول آخر في الرياضة أن يتدخل في اختيارات جمعية عمومية مثلا. طب تديني دقيقة. ولا يستطيع أيضا أن يفعل أي شيء فيما يخص الجمعيات العمومية واختياراتها إلا شيء واحد بس، إذا كان هناك مخالفات مالية. غير كده ما نقدرش نتكلم. طب ممكن تديني دقيقة لو سمحت؟ دقيقتين بس، اتكلم في صلب الموضوع. استنى بس، والله بتكلم في صلب الموضوع. لا أنت خدتني في حتة تانية خالص. لا خالص، أنا بتكلم على جزئية، أنا معترض على جزئية إن أنت تقول لي الأندية الشعبية دعمها، ده ما هو نفس الموضوع نفس القرارات، يبقى فين طلعتك بره نفس القرارات. اللي أنا بتكلم عليه يا كابتن، النادي الأهلي، وأنا هنا صحفي دوري ماليش دعوة بقناة النادي الأهلي، لما جه مولد الفلوس بتاعت العقود اللي طلعت قال لك لا انا عندي ليميت، عندي شرايح. ليه؟ لان نادي بيحترم جمعيته، بيعرف يعرف فلوسه ويعرف المقدرات الماليه اللي عنده. تيجي لانديه تانية اللي انا بتكلم عليه، يقول لك انت بتكافئ الانديه الشعبيه بتديها فلوس وهي مش عارفه تتحرك اصلا في الفلوس اللي عليها. انت بتتكلم على نموذج واحد فاشل. لا ده انا بتكلم على نموذج الانديه الشعبيه كلها. لا لا لا، انا بتكلم على كل، هم كل موافق على القصه. ايوه الانديه الشعبيه ما تاخدش دعم. ايوه ما تاخدش دعم. انديه القسم الثاني، اسمع مني معلومه بقى، انت بتتكلم دلوقتي في رأي، اسمع مني معلومه. انديه القسم الثاني، ما بتكلمش في رأي، انا بتكلم في معلومه. الانديه اللي موافقه على القيد دي مش معلومه؟ ده ممتاز. انديه القسم الثاني اللي كابتن الاسلام بيتكلم عليها بقاله نص ساعه لا تحصل على دعم. بتتحاسبي على ايه؟ بتتحاسبي على قداش جنيه؟ يعني انا ازاي اقدر اخلي فريق تسافر؟ الاولمبي بياخد ايه دعم؟ بلاش الاولمبي. لا لا بلاش الاولمبي. خليني اقول لك على اسوان. اسوان خد ايه؟ اسوان اسوان هينزل، نزل السنه الجايه اللي فاتت صح؟ السنه الجايه اسوان هيلعب اول مباراه ضد حرس الحدود في اسكندريه. في اسكندريه مثلا يعني، مثلا يعني انا وروح مكادي للغردقه بعدها، وبعدين بالظبط هيروح مكادي للغردقه، وبعدين يرجع اسوان، وبعدين هيروح، مش هيجيب منين الفلوس دي كلها؟ اذا كان نادي اسوان عندما كان هناك شركه او كان هناك رعاه وكان في الدوري الممتاز وفي وسط الدوري الممتاز وكان بيشتكي. هو بيتكلم على نموذج واحد فاشل. لا انا ما بتكلمش على نموذج واحد، انا بتكلم على الانديه الشعبيه. هو نادي اسوان نفسه
طب انت على اساس ايه حضرتك بتيجي تقول لي نادي اسوان فيه كل الشركات اللي موجوده دي وانت مش عارف تجيب رعايه؟ هو ليه مش هو معلش هو انا دلوقتي ملزم انا كرئيس نادي ان انا اروح اقعد مع الناس واضربهم ثانيه واحده بس لا ثانيه واحده بس ان انا اجي للرعاه واضربهم على ايديهم اقول لهم بالعافيه اشتركوا ما هو ليه ما بيشتركش؟ لو انا شغال ماركتنج يا كابتن كويس واعرف اجيب حقوق للنادي بتاعي لو انا شغال انا نادي اسوان نادي في محافظه نادي محافظه نادي شعبي ومش عارف اجيب اللي في المحافظه دول كلهم يرعوني. قال لك اصل انا اللي انا عارفه ان الناس دي يعني رؤساء رئيس نادي اسوان تحديدا بيلف على كل الناس وتعالى على فكره الموضوع مش رؤساء الانديه ولا المجالس الحاليين، القصه دي توابع مجالس ادارات، توابع مجالس ادارات يا كابتن انا نادي محافظه ما عنديش رعاه يجي يشيلوا لي الموضوع لان انا ما بشتغلش اصلا، انا عايش مستني ولاد عم وزاره الرياضه يحجزين لي فندق اقعد فيه بالقاهره. ما بيحصلش الكلام ده اصلا، ما بيحصلش. ده نادي اسوان اللي قال لي ده انا عملت اقعد في القاهره. انا بغطي وزاره الرياضه من 20 سنه. ده نا... لا يا وزاره الرياضه امتنعت، وزاره الرياضه امتنعت. انا بكلم مع بعض نادي اسوان واحده واحده عشان نسمع بعض عشان الناس. نادي اسوان اللي قال كده على فكره في تصريح، قال لك انا محتاج دعم من الوزاره عشان السفر جاي. انا في الاخر بعيدا عن كل هذه الامور، انا اللي يهمني في الاخر ايه؟ مين فشل ومين ناجح؟ انا اللي يهمني في الاخر ان انا ارى دوري للمحترفين جيد. بالظبط. طب هقول لك حاجه يا محمود، هقول لك حاجه يا عبد الحكيم. هو كيف يمكن ان اطبق دوري محترفين ها بدون فار مثلا وبادارات متطوعه مش محترفه اصلا؟ كيف يمكن ان اطبق دوري محترفين بدون ما يكون عندي يبقى معظم الحكام اللي موجودين دوليين؟ كيف يمكن ان اطبق دوري محترفين وانا ال20 نادي منهم ما اعرفش كام نادي بالظبط بس عدد كبير من الانديه محترف. عدد كبير من الانديه اللي هتلعب في دوري المحترفين اللي هو القسم الف ها ما عندهاش ملاعب. بالظبط. كيف يمكن يبقى نرجع للنقطه اللي انا كلمتك فيها في الاول؟ وانديه الاستثمار على فكره ناجله. انديه الاستثمار ما عندهاش ملاعب. يبقى نرجع للنقطه اللي قلت لك ناجله. ناجله لغايه ايه؟ ما هتعمل ايه؟ ما انت بتحط كل الحاجات دي معناها ايه؟ مالهاش معنى ثاني غير كده. بس مالهاش لما تيجي تقول للفار اذا كنت انت ما تقدرش تلعب اكتر من اربع مباريات في الدوري الممتاز عشان ما عندكش اكتر من اربع عربيات فار. ما تقدرش تلعب اربع مباريات في وقت واحد. فانت ايه الحل ايه دلوقتي؟ تاجله. اقول لحضرتك ايه الحل تاني؟ خلاص هو القرار اتاخد. خلاص القرار اتاخد. الفكره دلوقتي في بالناس تلعب في شكل التطبيق في شكل الصعود. احنا دلوقتي انا شايف مع كامل احترام طبعا استاذ محمود مختلف معايا، انا شايف ان قرار دعم الانديه الشعبيه، الانديه الشعبيه ما بتساعدش نفسها اصلا فوق. بص يا حكيم، لا انا شايف ان الانديه الشعبيه يجب ان يتم مساندتها يا كابتن اسلام. مساندتها مش دعمها، مساندتها مش توفرها، دعمها وكل شيء. هو بياخد 1% من مدخولات اتحاد كرة القدم وبيديها للأندية الشعبية مش من مدخولات أي حد تاني. صديقي أبو حكيم أبو علم معشي جوه الأندية الشعبية زي أنا وأنت، فاحنا هنكون منحازين شوية للأندية الشعبية طبعا كلنا، وهو منحاز على فكرة للأندية الشعبية. وأنا عشت جمهورية شبين نادي شعبي ونعرف علينا أندية شعبية. الأندية الشعبية قوة ناعمة في المحافظات وفي الأقاليم. المشجع وانا مختلف على الكلام. طب هو مش مختلف، هو انا بقول ان بدل ما انت تديهم فلوس ما الناس تشتغل. هو انا مش معترض، ما هو انت بتقول لازم يدعمهم، لا ناخد 1% ونعمل لهم كده. انا معترض على جزئيه ان هم لهم قوه وان لما الاهلي والزمالك وبلدي. لا طبعا كلنا بنتمنى ان انا مبسوط على فكره، بقول لك ان كلام الاهلي بيروح هناك كنت بتبقى عيد. طيب مختلف معاك، كلنا نتمنى ان الانديه الشعبيه، ولكن ده كان يعني طريقه المناقشه عشان نصل لحلول، لان احنا في النهايه يجب ان نجد هذه الحلول داخل الانديه الشعبيه. انا اللي يهمني ان انا اشوف زي ما محمود بيقول كده وزي ما استاذ حكيم بيقول ان انا اشوف جمهوريه شبين بيلاعب المحله مثلا ولا بيلاعب في الانديه في الدوري الممتاز. هو ده اللي انا نفسي اشوفه، زي زمان لما كنا بنروح نلعب في دمياط مثلا. مزبوط. كنت بتلاقي دمياط كلها مبسوطه، شرقيه فرحان، الشرقيه نفس الكلام. دلوقتي انا ممكن اسال، تخيل حضرتك احنا 18 نادي منهم 13 نادي شركات. انا عايز اسال سؤال كابتن، هما فاركو والبنك الاهلي ما احترمنا لهم، كلهم اصدقائنا بيلعبوا بعض في الدوري الممتاز، وثلاث مشجعين في المدرج، مش ده الدوري المصري؟ الدوري المصري لديه جماهيريه عريضه وتاريخيه لازم نحافظ عليها ونبني عليها. انا معاك على فكره في هذه النقطه. اتفضل يا استاذ حكيم. تعالى بس اخيرا اخيرا نادي اسيوط، ما هو احنا ما عندناش نادي اسمه اسيوط على فكره، احنا عندنا الولاديه والبترول والاسمنت. نادي اسيوط اكس، نادي اكس وخلاص. نادي اكس، لا ما عشان ما انا عايز اقول نموذج، حتى اكس دلوقتي بقى تويتر. خلينا حاجه ثانيه. اكس بقى تويتر. انا بتكلم على نادي شعبي. انت لو بيلعب دوري ممتاز، لو نادي بيلعب دوري ممتاز عايز كام فلوس يا استاذ محمود؟ لا كتير في الاسعار الحاليه. قول لي كام؟ لا مش اقل من 50. مش اقل من 100 مليون مثلا. خلينا 50 مليون. الوزاره تدي له كام؟ والاتحاد يدي له كام؟ وهو هيقدر يجيب كام؟ يعني انت لو بتتكلم على جزء المفروض يدعم، المفروض يبدأ يجيب ال 50 تقريبا، يوصل يعني 50. انت عايز الناس تديله 50 مليون كل سنه؟ لا هو زي ما انت بتقول الثلاث حاجات دي لما تنطبق او يعني تكتمل
هو نفسه يشتغل يجيب له 10 20 والوزاره تدي له 10 يا كابتن. انت عارف ممكن يصرف 10 بس او 20 في دوري ممتاز ازاي بقى ان شاء الله؟ لا طبقت اللعب المالي النظيف على انديه الاستثمار. لو طبقت اللعب المالي النظيف ما انا بقالي سنه بقول هذا الكلام والدنيا قامت عليا ومعادش قلت لك من الاخر طبق اللعب المالي النظيف وحاسب الانديه. يا راجل ده انت ما عملتش طب لعبت ماتش بالنهار قال لك اسحب استثمارات يا استاذ محمود بتتكلم ده بقى بقراره ده انت لعبت الساعه 3 العصر قال لك اسحب استثمارات مش بيسالني على الصح. طب هو ما هو مين الانديه اللي انت بتتكلم اللي عارف اللعب النظيف طبق على مين؟ مش هتطبق على الاهلي هتطبق شغل على النادي ده. ده النادي الوحيد اللي عنده الموضوع ده اي نادي اللي صارف مليار اي نادي هيصرف المليارات والملايين. بص اكتر نادي اللي احنا بنتكلم عليه مثلا المفروض الناس تفتكر عشان في قناه الاهلي الزمالك. الزمالك عنده مداخيل تمام وبيصرف. هتلاقي في نفس الوقت لما تيجي تبص مش الارقام الفوارق الكبيره في اللعب النظيف مش هتطبق على الزمالك. لا لا كان على استثمار انديه الاستثمار. ما هو اللعب المالي النظيف هتطبق على مين؟ انديه الاستثمار هو نادي واحد في مصر اللي هي بتتكلم ده ما عندوش مداخيل وبيصرف مليار جنيه. لا في كذا واحد عدهم لك بعد الهوا. طبع لهم اللعب المالي النظيف ما بيجوش وحاسب الانديه الشعبيه. طيب عموما هنشوف هذا الامر ولكن عشان نلحق نتكلم كلمتين بس على النادي الاهلي. النادي الاهلي في مثل هذه الظروف اخيرا برضو لانه ده الموضوع اللي الناس بتتكلم فيه وموضوع سيد عبد الحفيظ وخالد بيبو كابتن سيد عبد الحفيظ وتغييرات حصلت في قطاع الكره استاذ عبد الحكيم كابتن سيد ودكتور احمد ابو عبلة وحتى الان يعني ان شاء الله ما نشوفش حاجه تانية في الايام القادمه ولكن كابتن سيد ودكتور احمد ابو عبلة جه مكان كابتن سيد كابتن خالد بيبو ودكتور احمد ابو عبلة حتى الان لم يتم الاعلان عن رئيس الجهاز الطبي. رايك في هذا الامر؟ تمام. كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا راجل لا خلاف عليه ومفيش حد يقدر يتكلم عليه والنادي الاهلي حتى نفسه طلع يتكلم عليه ووجه له الشكر على الشكل المحترم. انا بعيدا عن التغييرات دي وان دي سنه الحياه وان ده انك بتصنع كوادر جديده وان كابتن سعد حفيظ ليه دور وهو ابن النادي الاهلي وقت ما النادي الاهلي هيحتاج له هيلاقيه. انا شايف ان اللي بيحصل ده كله دي هوجة عشان الناس تتجر من مشاكل موجوده في اماكن تانية تدخل فيها النادي الاهلي ينجر فيها. ده وضع طبيعي جدا. النادي الاهلي خد قرار بان انت تطلع من قطاع الناشئين تحطه في مدير الكوره وتطلع كابتن وليد سليمان تصعده مدير قطاع الناشئين والكابتن سعد الحفيظ تم توجيه العرض عليه انه يبعد ولا ينتخب عشان تكون يوافق او ما يوافقش. ده شيء يخص النادي الاهلي. في ناس تانية طالعه دلوقتي تتكلم. انا ده اللي انا شايفه. انا وجهه نظري الموضوع في الاهلي انا شايفه شيء طبيعي جدا. ممكن يكون في حاله زعل اي حد بيعدي من النادي الاهلي بيتمنى يعدي تاني يوم جنبه. ما بالك اللي شغال في النادي الاهلي. ممكن كابتن سيد زعلان ده وارد على فكره. واي حد فينا لو شغال في النادي الاهلي وتقال له النهارده شكرا حتى طبيعي هبقى زعلان. بس زعل طبيعي جدا زعل في الاطار. لكن في ناس بتحاول تجرك ان في خناقه وفي مشكله وعملوا. انا شايف ده اجراء طبيعي بتصنع كوادر وتقدير كبير جدا لكابتن سيد. وكابتن سيد ليه دور وهيروح وهيجي والنادي الاهلي ولاده رايحين جايين معاه عادي جدا ما فيش مشكله. انا شايف الوضع طبيعي. لا في حد طلع قال لك ده انت كنت جاي بشبشب ولا حد طلع اصل انت مش عارف مين. شكل محترم وتقعد مع الراجل ممكن تكون حاجه الناس ما كانتش متوقعه. اوكي ده حقك على فكره. لكن لا طلع هل حد اهان تعدى حتى موجه الشغل كابتن سيد؟ لا بشكل محترم جدا. عمرها ما حصلت مع كابتن سيد او مع غير كابتن سيد يعني. وهيجي في يوم من الايام كابتن سيد يشتغل في النادي تاني ووارد انه يبقى لجنه التخطيط. ده مليون في الميه مش هيجي يوم. طبعاً مليون في الميه. مليون في الميه. وده شيء طبيعي جدا. كابتن خالد بيه تجربته ندعم كابتن وليد سليمان في تجربته ندعم كابتن رجب في تجربته ندعم اي حد اللي هيجي في الجهاز الطبي. بس ما فيش حد يدخل من بره منظومه الاهلي يحاول يجرك يغطي على مشاكله انه يدخل ياخدك في موضوع اجراء طبيعي جدا. ده في ناس بتغير الصبح لو صحيت من النوم الحق الكرسي. انت بتغير بعد كام سنه. ده اجراء طبيعي جدا على فكره. يعني انا شايفه طبيعي عادي وده حق من حقوق الاداره. محمود شوف يا كابتن اسلام تاريخ المنصب نفسه اللي هو مدير الكوره ده هيتوقف كتير جدا جدا قدام سيد عبد الحفيظ كمدير للكوره حقيقي. لانه راجل حقق انجازات مش طبيعيه. قعد فتره طويله جدا في منصبه. علاقته بالكل كانت علاقه ممتازه. وبالتالي فكره تقييم سيد عبد الحفيظ اعتقد ان احنا تخطيناها الى حد كبير. هل من حق اداره النادي الاهلي تحدث اي تغيير في المنصب ده؟ طبعا من حقها مليون في الميه. كابتن محمود الخطيب كمفوض من مجلس الاداره بإشراف على ملف الكوره ومعاه لجنه التخطيط من حقها انها تحدث اي تغيير في الوقت المناسب اللي هي شايفاه. خاصه في ظل وجود نجاحات. على فكره من اهم الملاحظات على هذا القرار ان انت بتغير وانت ناجح. شو انت فاشل. اهم ملاحظات الجمهور. خلي بالك. وده من قوه الاداره بالمناسبه. ان هو ما غيرش وهو فاشل واخد بالك؟ ده هو غير وهو ناجح. حقيقي. تمام؟ ومحدش دايما بياخد قرار متسرع في النادي الاهلي، اكيد حصل دراسه له، هذا في شك الكابتن سيد عبد الحفيظ. كان هنا عاوز اتوقف قدام نقطه في غايه الخطوره كابتن اسلام حصلت في الايام الاخيره. هو الهجوم على الكابتن خالد بيبو
بشكل مرفوض. بس انا ما شفتش هجوم، هجوم على كابتن خالد انا ما شفتوش كتير، لكن انا شفت بالعكس، انا شفت دعم الكابتن خالد من اول من امبارح مثلا، بعد الناس بدات تنبه. والله طبعا. اوكي عشان كده يعني امبارح شفنا دعم، انا يعني انا كنت مبسوط جدا بالدعم ده. جمهور الاهلي الواعي الناس كانت بتتكلم على نازع علينا ان سيد مش موجود، لكن ما كانش حد بيجيب سيره خالد بصراحه. يعني حصل، وحكيم حتى اشتركنا في الحوار فاكتر من مره في الاطار ده، وجمهور الاهلي الواعي بقى هو اللي بيصحح بالظبط كده المسار، انه يا جماعه الراجل لسه ما غلطش عشان تنتقده، لما يغلط يبقى انتقده. لا بس خلي بالك هو برضو يعني ممكن جدا يخطئ يعني. ايوه انتقده. كابتن خالد بيخطئ جميل، وانا هنا ما بحبش المقارنات يعني. بالزبط. انا ما بحبش اقول لك ايه، طب هو اصل الفرق ما بين الكابتن خالد والكابتن سيد. لا، كابتن سيد له شخصيته وطبيعته وطريقته. بالزبط. في اسلوب الاداره، اداره كره القدم او اداره كمدير كره في النادي الاهلي، ومليون في الميه كابتن خالد بيبو له اسلوبه وادارته المختلفه عن كابتن سيد. تطابق في ده حاجه وده حاجه يعني. بالزبط. زي ما اقول لك ايه، مين اقرب، مين اسلام الشاطر الباك رايت اللي شبه اسلام الشاطر؟ اقول له ما فيش حد. اسلام حاجه، وهاني حاجه، ومحمود شوقي حاجه، وعبد الحكيم ابو علم حاجه، كل واحد حاجه، كل حاجه له ستايل. انا هنا يا كابتن اسلام بتكلم فكره انه مرحله وعدت، تفتح صفحه جديده مع مدير كوره جديد. بلا شك بلا شك انه اداره النادي الاهلي لما اختارته عن وعي وعن دراسه، واختارته عشان خاطر الراجل الانسب لهذا المكان. خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي عدة سنوات، لما بتصعد مدير كوره وجب على الجميع دعمه، وبعد كده تقييمه، مش تقييمه قبل دعمه. صحيح. مش تقييمه قبل عمله. يعني اي حد في العالم بيشتغل، احنا صحفيين هنبقى نقيم عبد الحكيم قبل ما نخش الجورنان ولا بعد ما نخش؟ بعد ما نكتب ولا قبل ما نكتب؟ وبالتالي التقييم يا جماعه بعد التجربه مش قبل التجربه. ختاما بس، مش عشان نطول في المنطقه دي، انه كابتن سيد عبد الحفيظ ده الناس اللي كانت بتهاجم كابتن سيد هي اللي طلعت تشيد بيه وتقول له بتنتقد ازاي تشيل كابتن سيد. الناس اللي كانت بتهاجم ليل نهار، ايوه ما هو عشان يدخلك برافو. انت اتكلمت برضه. بس انا قلت الكلام ده، الناس بقى يعني ناس اهلاويه قريبين حبايبي يعني، جماهير الاهلي من حقهم تعمل اللي انت عايزه. يعني ما اصل طبعا من حقهم يعملوا اللي هم عايزينه، ولكن هم بيقولوا لي ايه، اصل انت بقى انت واخد الموضوع ان انت لسكت ان والله العظيم الناس فعلا فعلا بتعمل كده علشان تخليك ايه، تخش في خناقه ما بين كابتن سيد عبد الحفيظ وما بين الاداره وما بين مش عارف ايه لا وتنسى الموسم التاريخي، وتنسى الموسم التاريخي. برافو عليك. هو ده يعني. طب كويس ان احنا قريبين. يبقى لنا يومين الامور واضحه. الناس بتنتقد قرار مش هز... طب انت مش كنت كابتن سيد كنت بتهاجموه؟ طب دلوقتي بقى بتهاجموه، عمال انت بتريقوا عليه وبتعملوا. والله العظيم انا والله العظيم ببص له بيصعب عليا، يقول لك وهناك لغز وراء، وانا اطالب انه يجي مدير منتخب. يجي مدير منتخب كان بيهاجمه قبل كده؟ كان بيهاجمه ده. كان كابتن سيد مره طلع قال لك انا بعمل سيرش باسم الشخص ده، طلع لي سيد عبد الحفيظ، افتكرت نفسي هو من كتر ما كان بيهاجمه، من كتر كلامه عليه، من كتر كلامه عليه. قال لك بسرش على اسمه لقيت بيطلع على سيد عبد الحفيظ، وده اللي بيطالب انه يجيب مدير منتخب دلوقتي عشان مشي. انا بقيت والله العظيم انا بصيت كده، كل واحد بياخدها بالمناسبه. بالمناسبه كابتن سيد يبقى رائع جدا لو جه مدير منتخب. طبعا بالمناسبه يعني. طبعا لا خلاف على كده. وكابتن لا يعني عشان الناس ما لا طبعا لا انا بتكلم على الشخص اللي كان بيهاجم الكابتن سيد ليل نهار. بتكلم على الشخص، تناقض الشخص، التناقض الرهيب. لا هو بيحاول يزرع استاذ محمود المشكله ما بين عايز يزرع. ما هي دي القصه، ان هو عايز يعني في ناس او بعض ما لا يشجع النادي الاهلي رايح لسكه ايه، يزرع المشكله عشان الناس تطلع تتكلم. احنا بقالنا يومين ثلاثه او من يوم الجمعه لغايه دلوقتي ما بنتكلمش غير في هذا الامر، ولكن تيجي تتكلم عن انجازات النادي الاهلي هذا الموسم التاريخي، مش في كره القدم بس بالمناسبه، ولكن احنا عندنا موسم. عملتوا حلقه ممتازه كابتن اسلام بحييك عليها. احنا عملنا عن الانجازات النشاط الرياضي الموسم ده مش في كره القدم بس، ولكنها في كل زي ما انت قلت كده، في النشاط الرياضي، في كل العاب النشاط الرياضي وكل الالعاب التاريخي عن حق يعني. فالناس عايزاك تنسى كل هذه. هو كابتن سيد عبد الحفيظ يعني احنا ممكن يعني انا ممكن اقول لك ما اقولش مثلا كابتن سيد عبد الحفيظ عمل وسوى، كابتن عبد الحفيظ مش محتاج مننا شهاده. صحيح. هو حقق خلاص. هو حقق خلاص عمل وفعل. تمام. يعني النادي الاهلي طبعا اللي بيعمل، بس هو نفسه يقول لك كده، بس هو شارك في انجازات كتير جدا. احنا لو حتى دلوقتي في قناه النادي الاهلي ما قلناش ان كابتن سيد عبد الحفيظ عمل، هو مش محتاج شهاده مننا لانه تاريخه خلاص. على فكره يا كابتن، النقطه دي هي احلى ما في الاهلي. تعرف ايه يا كابتن؟ انه راح مدير كره بيرحل من منصبه، تمام، وقناه النادي الاهلي تتحدث عنه بهذا الجمال. الله. خلي بالك حد يعني خلي بالك يعني خلي بالك دي نقطه في غايه الاهميه لازم الناس تنتبه ليها، ودي الاسس اللي احنا بنربيها لاولادنا وشبابنا الصغير، ان حتى ما تختلف مع حد او حد بيترك منصبه لازم تحييه وتشوت بيه وتسلط الضوء على انجازاته وأرقام. حتى لو مختلف معاه على فكره. حتى لو احنا يعني احنا مش مختلفين مع كابتن سيد، ولكن نقول حتى لو حد غير كابتن سيد يعني. شفت بدر بنون؟ اه بدر بنون
فاكر لما كان الاهلي في المغرب قال لك انا الكابتن محمود الخطيب وانا ماشي كلمني وقال لي باب النادي ده بدر بنون ده مغربي لا يعني جه قعد معانا سنه اقل من سنه صحيح. كمان سنه قال لك فوتش. كابتن محمود الخطيب كلمني وقال لي باب النادي مفتوح لك في اي وقت اذا خلينا نختم بهذه المقوله الرائعه. الحقيقه انا بشكركم جدا على هذه المناقشة الجميلة جدا. انا كنت اتمنى كانت تحاول خناقة من شوية لا ما فيش مشكلة ما هو الخناقة في مصلحة المشاهد الاندية الشعبية طبعا وفي مصلحة الاندية الشعبية بالفعل لان احنا كلنا نفسنا نرى كل الاندية الشعبية موجودة في الدوري الممتاز مع احترامنا الشديد طبعا لاندية الشركات الاندية الشعبية وتبقى المنافسة اكبر لشركات كرة ويديرها ناس محترفين صدقني هو ده يا ريتك قلت الجملة دي من بدري مين اللي هيعمل الجمعيات العمومية اللي تعمل الكلام ده حلوة دي ما هي الجمعيات العمومية اللي تعمل الكلام ده ان شاء الله الجمعيات العمومية لكل الاندية الشعبية تعمل كل هذه الامور. انا بشكرك جدا استاذ عبد الحكيم على وجودك معانا شكرا جزيلا بشكرك استاذ محمود ربنا يخليك على وجودك معانا شكرا جزيلا انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير.